بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 68 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل يقول: الشيخ، أبلغ من العمر 40 وقد مضى علي 4 سنوات من عمري دون أن أصلي ودون أن أصوم رمضان، ولكنني في العام الماضي أديت فريضة الحج، فهل تكفر عني ما مضى من صوم وصلاة، وماذا علي الآن؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كنت متعمدا لترك الصلاة فإنه لا بد من التوبة، لأن من ترك الصلاة متعمدا يكفر على الصحيح من قولي العلماء، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الواجب عليك التوبة من جديد، لأن هذا يعتبر ردة عن الإسلام. ترك الصلاة متعمدا يخرج من الإسلام، عليك بالتوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة لمستقبل حياتك إلى الموت، والمحافظة على صيام رمضان. والله يتوب علينا وعليك وعلى كل من تاب إلى الله عز وجل. نعم. تقول الأخت مرام بأنها توضي ولدها الرضيع وهي طاهرة، هل يلزمها إعادة الوضوء بعد ذلك؟ وما الأحكام المتعلقة بذلك؟ مأجورين. إذا لمست فرجه مباشرة بدون حائل إنه ينتقض وضوءها، عليها أن تعيد الوضوء. أما الأحكام هي مثلا غسل اليد إذا علق بها نجاسة من فرج الطفل، غسل اليد إزالة للنجاسة، وأيضا من الأحكام المحافظة على عورة الطفل وعدم كشفها إلا للحاجة وبقدرها. وإذا جعلت على عورة الطفل حائلا وساترا وغسلت عورته من تحت الستارة فهذا أحسن. نعم. الأخت تقول بأنها تضع القرآن بجانبها عند نومها، تقول وذلك طردا للشياطين، هل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح ولم يرد هذا، لكن إذا أرادت أن تطرد الشياطين تقرأ آية الكرسي عند النوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لمن قرأها عند نومه فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. هذا يسأل فضيلة الشيخ: هل هذا وارد حديث الرجل الذي حمل على البقرة فكلمت، والذئب الذي عدا على الغنم وكلم الراعي، هل ورد مثل ذلك؟ نعم، هذا ورد في الحديث، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر الراعي ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته، وهذه شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم. وأما البقرة فلأن هذا ليس من مما تطيقه، ركوبها والحمل عليها ليس مما تطيقه البقرة. نعم. هذا السائل حامد من المدينة يقول: عندي 1000 ريال إذا حولتها على البنك ب625 جنيه سوداني، في هناك رجل بجدة يقول: أستلم منكم 1000 ريال وتسلم إلى أهلكم بالسودان 680 جنيه، هل في هذا ربا؟ نعم، هذا صرف، الصرف لا يجوز إلا بالتقابل في المجلس. عليك أن تشتري العملة التي تريد إرسالها، عليك أن تشتريها من هنا وتحولها عن طريق البنك إلى من تريد في السودان أو في غيره، ولا تسلم ريالات سعودية هنا ويستلم بدلها عقود سودانية في السودان، هذا صرف ولا يقبل التفرق عن المجلس إلا وقد استلم كل حقه من الآخر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا شيخ، ما هي الأسباب المعينة على الدعوة والتخلص من تلبيسات الشيطان أثناء الدعوة كاليأس والكسل وغير ذلك؟ أولا، الدعوة لا يباشرها إلا أهل العلم،
الذين يعرفون أحكام الدعوة إلى الله عز وجل، أن يكونوا علماء وأن يعرفوا أحكام الدعوة، كيف يدعون الناس بالحكمة، وثالث شيء بالموعظة، وثالث شيء الجدال بالتي هي أحسن. هذا لا يحسنه إلا أهل العلم، وعليه الصبر إذا كان من أهل العلم وعنده معرفة بما يدعو إليه، عليه أيضا بالصبر على تحمل ما يصادفه في سبيل الدعوة من المشاق والأذى، يصبر على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: الشيخ صالح، ما حكم التغني بالقرآن؟ وأيضا ما معنى كلمة التغني؟ التغني بالقرآن معناها تحسين الصوت، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن ويحسن أداءه بالقرآن، هذا معنى التغني بالقرآن، وليس التغني معناها أن يجعل القرآن على طريقة الأغاني بالتمطيط والمقامات، ما يسمونها بالمقامات، هذا يتخذ غنى، لا يجوز تحويل القرآن إلى غنى، إنما التغني غير الغنى. نعم. هذا السائل من أبها صالح يقول: صليت المغرب في جدة 3 ركعات كاملة، ثم أتت جماعة ثانية تصلي المغرب، وأردت السفر إلى بلدي أبها بعد صلاة المغرب، فصليت مع الجماعة 2 ركعات وسلمت، وكانت نيتي صلاة العشاء، هل صلاتي صحيحة؟ لا، هذا غير صحيح. دخلت مع إمام مقيم يلزمك أن تتم الصلاة تبعا لإمامك، وإذا دخلت من يصلي المغرب ولو كان مسافرا يلزمك أن تتم العشاء 4، لأن المغرب 3، فإذا سلم الإمام تقوم تأتي بالرابعة، ولا تقصر الصلاة خلف صلاة غير مقصورة وهي المغرب، المغرب لا تقصر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الضابط في مكبرات الصوت داخل المسجد؟ فأنا رجل كبير السن وأتأذى من ذلك الصدى وطول الصوت، يا فضيلة الشيخ، هل نطلب من إمام المسجد أن يخفض من ذلك؟ نعم، يجب على إمام المسجد أن يخفض صوت المكبر ولو لم يطلب منه ذلك، بقدر ما يسمع من خلفه ومن هو في داخل المسجد، لئلا يؤذي الجيران، يؤذي المساجد الأخرى، يؤذي من يصلي خلفه. فهذا شيء واقع من بعض الجهال أو بعض الشباب، أنهم يرفعون أصوات مكبرات الصوت فوق الحاجة، وأيضا ما يكفيهم هذا، يأتون بالصدى، يجعلون صدى يزيد صوتها بامتداده ورنته وغير ذلك. على أئمة المساجد أن يستعملوا مكبرات الصوت بقدر الحاجة، ولا يؤذوا بها أحدا لا داخل المسجد ولا خارج المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تزوجت من امرأة من بلد عربي وأنجبت أطفال، لكنها لا تؤدي الصلاة، وقد نصحتها كثيرا لكنها لم تستجب، ماذا أعمل معها الآن يا شيخ؟ هذه لا تصلح زوجة لك، ولا يصح أن تبقى معها، لأنها إذا تركت الصلاة متعمدة كفرت، خرجت من الملة، ولا تبقى مع مسلم، فالواجب عليك أن تبادر بفراقها، إذا لم تتب إلى الله تبادر بفراقها. قال الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهذه إذا تركت الصلاة متعمدة صارت كافرة، لا يجوز الإمساك بها، تجب مفارقتها. نعم. وصلنا هذا السؤال من أبو خالد من مكة المكرمة، يقول: الشيخ صالح، هل لعقيقة المولود الذكر سن معينة؟ وهل يجوز لجده القيام بالعقيقة كهدية نيابة عن والد المولود، مع أننا نسكن في بيت واحد؟ يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، ومن ذلك السن أن تكون من الضأن ما تم له 6 أشهر فأكثر، ومن الماعز ما تم له 1 سنة كاملة، هذا هو السن في العقيقة كما هو في الأضحية. وإذا قام بها غير الوالد، غير والد المولود، فلا بأس بذلك، تدخلها النيابة، هذه تدخلها النيابة. فإذا عق عنه جده أو أخوه أو قريبه أجزأ ذلك، والحمد لله. نعم. يسأل هذا السائل يقول: هل للدعاء شروط حتى يستجيب الله عز وجل لهذا الدعاء من المسلم؟ نعم، له شروط. أولا أن يكون الدعاء لا يخرج عن المشروع، يعني يكون فيه اعتداء أو فيه أشد من ذلك، دعاء لغير الله يكون فيه شرك واستغاثة بالأموات وتوسل إلى الله بالأموات، فهذا يبطل الدعاء ويبطل
يبطل غيره من العبادات لأنه شرك، ويكون أيضا بالألفاظ الشرعية أو ما يوافقها، ويكون بألفاظ مبتدعة. وثالثا يكون الداعي مخلصا لله عز وجل في دعائه، مخلصا النية لله، مخلصا العقيدة لله عز وجل، يكون مخلصا لله عز وجل. رابعا أن يكون مطعمه حلال، ومشربه حلال، وملبسه حلال، وغذاؤه حلال. فإن كان شيء من ذلك محرما فإنه لا يستجاب له دعاء، بدليل حديث الرجل في السفر يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. نعم. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: هل تسقط فريضة الحج إذا لم تحج المرأة طول حياتها ولم تجد محرما؟ ومن هو المحرم في الشريعة الإسلامية؟ المحرم في الشريعة الإسلامية من تحرم عليه بنسب أو بسبب كالرضاع، من تحرم عليه المرأة بنسب أو بسبب كالرضاع أو الصهر كأم الزوجة، فإن أم الزوجة تحرم على زوج البنت فيكون محرما لها، زوج بنتها يكون محرما لها. ويشترط أن يكون قد بلغ السن، بلغ الرشد، يعني بلغ الاحتلام، ما كان دون البلوغ فلا يكون محرما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: التفرق والتمزق والاختلاف يسود الأمة في وقتنا الحاضر، كيف يمكن جمع كلمة المسلمين على الخير ونبذ الاختلاف والتفرق؟ يكون ذلك بالدعوة إلى الاتفاق والاجتماع على الحق، على العقيدة الصحيحة، يكون ذلك على أيدي العلماء والمصلحين، يكون على أيدي العلماء والمصلحين يدعون إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ الافتراق بغير حق، بل للهوى أو للحزبيات أو الجماعات، كل هذا يترك ويجتمع المسلمون جماعة واحدة وأمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أعبدون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. على المسلمين أن يذكروا هذا، وعلى الدعاة المصلحين أن يعملوا هذا الشيء. الدعاة الآن كثيرون، وجمعيات للدعوة وإلى آخره، ولكن التفرق موجود وهم لا يعملون، الدعاة لا يعملون على هذا الأمر، لا يهتمون بهذا الأمر. ربما يقول بعضهم، وكثير منهم يقولون: هذه حرية الاعتقاد، هذه حرية الرأي أو ما أشبه ذلك. هذا لا يجوز. الواجب عليهم بعد الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله أن يصلحوا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسنؤتيه أجرا عظيما، بقوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي تتفئ إلى أمر الله، فإن فات أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا يجوز أن نبقى على الاختلاف، لأن هذا يمزق وحدتنا ويمزق قوتنا ويفرق جماعتنا ويطمع العدو فينا. وأما قول من قال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة فاسدة غير صحيحة. يجب أن نجتمع على الحق، على العقيدة الصحيحة، على السلوك الإسلامي الطيب، ولا نتفرق في الآراء والأهواء والجماعات والحزبيات، هذه شتتت شمل الأمة وأحدثت العداوات بينها، وهذا ما يريده الأعداء. هم الذين يغذون هذا الاختلاف، وهم الذين يشجعون عليه وربما يمولونه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا له فقرة أخرى يقول: ما نصيحة الشيخ حفظه الله للشباب في بداية طريق الاستقامة على الخير؟ أن يلزموا أهل العلم، وأن يطلبوا العلم، يطلبوا العلم في مراحل الدراسة أو على المشايخ في المساجد، وأن يحرصوا على حضور المحاضرات والدروس في المساجد، على طلب العلم. هذا ما ننصح به شباب المسلمين، ونحذرهم من التفرق ومن قرناء السوء ومن الرحلات المشبوهة والمخيمات المشبوهة والاستراحات غير ذلك. لا يصحبوا إلا الطيبين المستقيمين على طاعة الله، ولا يجالسوا إلا أهل الخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، هل يجوز أن نصرف الزكاة في الدعوة إلى الله فيصرف منها على الدعاة وعلى طلبة العلم؟ الزكاة الله جل وعلا تولى تقسيمها وحدد أهلها، لا يجوز الخروج عن من حددهم الله، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلا تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية. والدعوة إلى الله تمول من بيت المال أو من التبرعات الخيرية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا مدخن وأفقد أعصابي عند الحديث مع الآخرين وعلى زوجتي وأولادي وأيضا والدتي، هل أحاسب على ذلك؟ نعم، أول شيء الدخان هذا مضر بك وبصحتك ومؤثر عليك تأثيرا سيئا ويبغضك للجلسة وللناس يكرهون مجالستك ورائحتك الكريهة، فأنت تربع بنفسك عن هذه الدناءة وتناول هذا الخبيث المضر بصحتك الذي يربطك به فلا تستطيع الخلاص منه إلا بالتوبة والعزيمة الصادقة، فابتعد عنه. ثانيا الغضب، ما ذكرته هذا بسبب الغضب، إذا أحسست بالغضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وسيذهب عنك بإذن الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، استعذ بالله وسيذهب عنك الغضب بإذن الله، ولا تعجل وامسك أعصابك حتى تهدأ. نعم. يقول كيف نرد بحجة قوية ومقنعة على من احتج بالآية الكريمة يا أيها الناس عليكم أنفسكم؟ هذه الآية الكريمة تحث المسلم على التمسك بكتاب الله ولو تركه الناس، على التمسك بكتاب الله ولو تركه الناس، ولا يقلد هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة، وإنما يتمسك. وليس معناها أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو يتمسك بكتاب الله ولو زهد فيه من زهد، ويدعو الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية تؤولونها على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. فلا، وهذا لا يتنافى مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن عليك نفسك أول ثم تدعو إخوانك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. أجاب مشكورا عن أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.